نستحكم بالمظاهر اللي نروح نطبطب ونخدم انا ما عنديش كوار يا رب يشوفوا الضرب يشوفوا ياكل كذا عريان انا ماشي عريان انا ضبط روحي الظروف عائليه انا ماشي عريان انا ضبط روحي الظروف عائليه. وحيد اكيد كامل عرفتوه ضيف الحلقه السابقه من برنامجنا The Weekend Show اللي كامل ضمنتوا معاه والدليل تعليقاتكم الايجابيه وكثره البارتاج تاع الحلقه. بعد الحلقة فريق البرنامج نقل عند وحيد باش نشوفوا حالته بعد ما مر معانا. لقيتهم جايب باتولي لي فيديو ديالي باش شغل تنخلع انا الاولى بالي قلت بالك النهار دارتها في تيك توك بعد شغل شت بزاف ملايين تاع لي باج شغل بزاف بارطاجات الفيديو هيا ولي كومونتير ما نقدرش نقول لك لي كومونتير شحال خاطر شي ميروات ما يدخل ما وليت نشوف غير لي مليون ما كاش كاع لي كادو غير لي مليون لي مليون بالنسبه مشاهدات عليه في وكذا توصلوا معايا الشعب من برا تاع خارج الوطن وداخل تراب الوطني الحمد لله اليومين هذا مازالوا يتواصلوا معايا كان اللي عاوني وكان اللي عاوني لو كان غير بدعوه خير معليش تكفي دعوه خير وفيها بركه الحمد لله يا ربي وكاين ثاني عباد ثاني كونيكتوا معايا في فيسبوك دا في الانستا قالوا لي كنا السبه ديالك اللي قدرنا نحبسوا ولا دروك قالوا لي شغل انت وريت لنا عفسه شغل باللي كاين عفسه اسمها فولونتير ايا كاين عباد قالوا لي تواصلوا معايا باش يعاونوني الناحيه كذا بصح حنا حد الساعه مازال ما بان والو شغل هما بسبتهم هما اللي شغل ضامن معايا الشعب كان ماشي هما شغل نقعد كيما كنت نورمال بصح بالسبه ديالهم ربي هما شغل اللي هما اللي جابهم لي سبوا باش انا لحقت لهذا الموصل والحمد لله ونشكرهم ومازالوا هما اليومين هذا راكم دايرين لي كيخوكم والحمد لله يا ربي. امين. الناس تواصلوا معك على الخدمه يعني واحد اسكو كاين وعود ولا ناس من دونك ضغط يعني كاين حاجه من موصى ولا ما كاين كاين وعود كاين وعود وانا نستنى في الوعود. كاين وعود على الخدمه ناس بزاف تواصلوا كاين وعود على الخدمه والناس بزاف تواصلوا بيا بصح مازال ما بان والو ان شاء الله يبان هذا ماك حنا ماناش نطلبوا زعما كاش خدمه كبيره ولا خدمة نورمال حلال وسهلة المهم خدمة تكون حلال قوت حلال هذا ما كان نجيب قوت حلال خاطش بإذن الله الحرام ما نزيدش نولي له ليميسيون هادي شغل هي اللي كانت سبة باش واحد ولا شغل كاع في هاد الشهرة ديالو كدايا نشكرهم هما كاع نشكرك انت نشكر خويا منا ياسين كنطاش اللي كانوا كاع في لي زيميسيون كاع نشكرهم شغل هما بسبتهم هما اللي شغل ضامن معايا الشعب كان ماشي هما شغل نقعد كيما كنت نورمال بصح بالسبه ديالهم ربي هما شغل اللي هما اللي جابهم لي سبوا باش انا لحقت لهذا الموصل والحمد لله ونشكرهم ومازالوا هما اليومين هذا راكم دايرين لي كيخوكم والحمد لله يا ربي. وحيد كان فقط مجرد عينه لمئات الحالات وحنا بدورنا نقول لكم انه برنامج ويكاند شو ليس فقط برنامج ترفيهي إنما برنامج يسلط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية نناقشوها ونحاول نلقاو مع بعض الحلول.